السلام عليكم. في هذه الحصه غنشوف واحد الاكزرسيس كيتعلق بديفلوبمون ليميتي، مخدود واحد الاكزامان داناليز على خاص بالناس اللي ما قراوش ديفلوبمون ليميتي في الدوره الاولى في اس 1، كاين اللي عاد كيقراو حتى الاس 2. الوغ دارك غندير واحد التذكير بعدا، الا سولتكم شكون هما لي فونكسيون اللي سهل نتعاملو معاهم، يعني نديريفيهم انتيغريهم، يعني ندير لهم لي زوتر كالكول، غتقولوا لي لي بولينوم. لذلك لي استطعنا نكتبوا لي فونكسيون ايزيال اللي كنعرفوا اكسبونونسييل ال ان الدوال المثلثيه باغ اكزومبل على شكل دي بولينوم بلس واحد لو ريسك كيكون نيجليجابل، دونك غيسهل علينا الكالكول ديال هاد لي فونكسيون اللي قد تروح لنا بعض الصعوبات. الو دونك الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اف باغ اكزومبل اف دو كلاس سي ان دو كلاس سيغ واحد لانترفال اي، يعني اين فوا ديريفابل سيغ هاد لانترفال اي. الوغ ايل ادمي ان ديفلوبمون ليميتي على لوغدر ان سيغ بوغ تو بوان دو ا دو اي، وغنعطي la formule ديال تايلور، ومن بعد غنشوف واحد الطريقه باش نبقاو نتذكروا ديفلوبمون ليميتي ديال لي فونكسيون يوزويل فوازيناج دو زيرو اللي هي اللي كتستعمل كتير، ولكن هاد لا فورمول دو تايلور راك تستعملها في اي فوازيناج. دونك الا تنساو لك ولا الا كان لوغ دغلا عطاوك صغير يعني تستعملها. دونك قلنا غيكون عندنا مهما يكون اكس كاين تامن اي، هنا في غيكون عندنا اف دو اكس، كتبها هنا اف دو اكس كتساوي لنا دونك سيغما من ك الون دو زيرو جوسكا ان اف دو ك المشتقة كيم ديال دو ا كيلكو سوا ا من هاد اي. يمكننا نجدو لو ديفلوبمون ليميتي بهاد الصيغة ديال تايلور، دونك في اكس موان ا لو تو ا لا بويسونس كا سور كا فاكتوريال بلس واحد لا بارتي واحد لو ريست او في اكس موان ا ا لا بويسونس ان. دونك هادي لا بارتي بولونوميال، يقدر بعض الاسئله يقول لك بين ان اف دي اكس ايكيفالونت على بارتي بولونوميال، او سؤال اخر يقول لك بين ان ليميت كون اكستون فيغ ا ديال هاد لو ريست هذا اي ايكال ا زيرو، هاد من بعد ولا بين ان هاد ديفلوبمون ليميتي هنا الا كانت اف كاد دمي ان ديفلوبمون ليميتي في واحد لانترفال اي، يقدر يقول لك بين ان هذاك ديفلوبمون ليميتي يونيك. هذا بعض الاسئله اللي كيطرحوا. دونك هذه لا فورمي جينيرال. دابا حنا خصنا نشوفوا كيفاش لي بوغ لي سيري دو ماكلور، يعني فوازيناج دو زيرو اللي كنستعملو كتير، كيفاش غنبقاو نعقلو عليهم. انا نشوفوا دابا اول حاجه ليكسبونونسيال اللي غنجبدو بها شحال من حاجه. دابا ديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال دو اكس، يعني غنطبق هذيك لا فورميل دو تايلور، غتوجد شنو غتوجد؟ غتوجد انها كتساوي لك واحد بلس اكس او كاري سور دو فاكتوريال بلس جوسكا بلس اكس ان سور ان فاكتوريال بلس هاد البولينوم الدوغري ديالو كيكون انا ديفلوبمون باغ اكزومبل على دوغ ان، يعني كيكون انفيريور ايكال ان ما يفوتش ان بلس. اما كنكتبو هاد الكتابة اكس à la puissance n epsilon de x à la quinte o de x o de x à la puissance n. D'abord l'exponentielle qui n'est pas de la fin de la formule de l'air e de x que ça oui cos x plus i sinus x d'ailleurs qu'on a pas de brinage de ديفلوبمون ليميت ديال كوس ديال سينوس، يكفي اننا نوضعو هنا او دو اي دي اكس ونشوف فين ما يكون اكس نعوضو باي دي اكس. شنو غتعطيني؟ غتعطيني واحد، غتعطيني هنا بلس اي اكس، هادي شنو غتعطيني؟
اي او كاري غتعطيني موان، وهذه اكس تبقى او كاري سيغ دو فاكتوريال. لذلك شنو غتلاحظوا؟ غتلاحظوا ان غيكون عندي واحد لا بارتي فيها هاد لي ريال، واحد بلوس موان اكس او كاري باغ اكزومبل سيغ دو فاكتوريال، بلوس واحد اي، واحد التعابير كاملين فيهم اي، يعني باغ اكزومبل هنا اكس طنطن. وبالتالي غنستنتجو هنا بلوس بلوس ان ديفلوبمون ليميتي ديال كوس دو اكس هو هاد لا بارتي ريال، و سينوس هي هاد لا بارتي اللي مسبوقة ب اي. لذلك دونك هنا الكوس كنعرفو انه هو دالة زوجية، سي اون فونكسيون بير. دونك غناخد انا هادي الطريقة باش نتذكرها، هاد واحد هو اكس على بويسونس زيرو، هاد الاسس اللي عندهم بير، هنا يكون عندي اكس على بويسونس زيرو اللي هو واحد موان، وكان الترني لو سيني بلوس موان بلوس موان، هنا غتكون اكس او كاري سيغ دو فاكتوريال، هنا غتكون عندي بلوس اكس على بويسونس 4 سيغ 4 فاكتوريال، موان اكس على بويسونس 6 سيغ 6 فاكتوريال طنطان بلوس. دونك هنا بتي طو ديال اكس على بويسونس ان. بالنسبة للسينوس اكس دونك دال اون فونكسيون بير، دونك بادية بالاسس الفردية اكس على بويسونس ان موان اكس على بويسونس 3 سور 3 فاكتوريال بلوس اكس على بويسونس 5 سور 5 فاكتوريال. هنا دابا عاوتاني موان، كانت الترني سين بلوس موان بتي طو ديال اكس على بويسونس ان. هذا بالنسبة للكوس. دابا واحد الفكره تقدر تقول تنسالك هنا بالنسبه ليكسبونسيال ديال الكوس، ولا شفت بادي بواحد لا بيكس. دابا حنا كنعرف واحد الحاجه في لي زيكيفالونس، بغيت تبين ان واحده فونكسيون اف على جي دو اكس فواحد فوا ايكيفالون تاع جي الا كان ديفيرون دو زيرو فواحد فوازيناج ا، الا حسبت ليميت كون اكس تون فيغ ا عطاتك ان، يعني راه هاد اف دو اكس ايكيفالون تاع جي دو اكس، عطاتك زيرو يعني اف دو اكس كتساوي واحد بتيتو ديال جي دو اكس، يعني نيجليجابل دوفون جي دو اكس. دابا لذلك انت باغ اكزومبل حسبتي ليميت، غير باش ما نكثرش عليكم، ليميت كون اكس تون فيغ 0 ديال سينوس دو اكس على اكس كتعطيك واحد، يعني غتجيب هاد الاكس لهنا يعني اكس تولي اي سينوس اكس غتولي بادية من الاكس هذه فقط. المهم هادشي ماشي هو. هبا نشوفو هذا بالنسبة للكوس والسينيس والإكسبونونسيال، غنشوفو دابا شوف معايا هاد لا سويت جيومتريك، سيري جيومتريك من كا باغ اكزومبل الون دو زيرو جوسكا ان ديال اكس على بويسونس كا، شنو كتساوي لنا؟ واحد بلوس اكس بلوس اكس او كاري بلوس اكس على بويسونس 3 بلوس جوسكا بلوس اكس على بويسونس ان، هادي شنو كتساوي؟ دونك كتساوي لنا واحد موان اكس على بويسونس ان بلوس ان سيغ ان موان اكس. دابا الا كانت عندنا لا فالور ابسولي دو اكس سرقت عنا واحد، حنا دابا حنا في الفوازيناج دو زيرو، هادشي كامل اكسبونونسيال كوس هادشي فوازيناج دو زيرو، دونك هادي ال تون فيغ زيرو، دونك غتولي كتساوي لنا واحد على واحد موان اكس. بالتالي الا قالك هو ديفلوبمون ليميتي ديال ديفلوبمون ليميتي فوازيناج دو زيرو ديال واحد على واحد موان اكس، هو هذا واحد بلوس اكس بلوس اكس او كاري بلوس اكس على بويسونس ان بلوس واحد بتي طو ديال اكس ان. دابا لقالك واحد على واحد بلوس اكس، صافي كتخلي هاد الواحد كتعوض. دابا انت عارف هادي هاد بلوس اكس خاصك تكتبها على طريقة المكتبة ديالها، واحد موان اكس صافي، فين ما يكون عندك اكس تعوضو بموان اكس، دونك غتولي هنا موان اكس، هنا الموان او كاري غتولي تبقى هي اكس او كاري. دونك غتلاحظ ان اللي عندهم اوس بير غيبقاو، دونك هنا غتكون موان اكس على بويسونس 3 بلس اكس على بويسونس 4 دونك بلس بتي طو دو اكس ان. هنا يمكننا كذلك نجبدو ديفلوبمون ليميتي ديال ال ان، نجبدو باغ اكزومبل من هادي، شنو غنديرو؟ غان انتيغريو هادي، دونك غان انتيغريو هاد اكسبريسيون،
دونك ولكن قبل هذه باش انتيغري خصنا نضرب في الموان باش تكون هذه الديريف ديالها هي هذه، وهنا في الموان بحال ما درت والو. يعني هذا الموان نجيبو لهنايا، ضربت في الموان هذا الموان، دونك هذه يا تعطيني اصليه ديالها الين لا فارق ابسي دي ام و اكس، بما ان احنا في واجدناش دو زيرو غنكتب على هذا الشكل، وهنا صافي غن انتيغري غادي انتيغري. دونك لا انتيغريت هنا راه كلشي مسبوق بالموان، هنا تعطيني اكس هنا اكس او كاري سور دو بلس اكس على بيسونس 3 سور 3، هادي باش ما تنساوهمش باش تعرف تجبدهم بوحدك كي تنساولك. الوغ بلس اكس على بيسونس 4 سور 4 دونك تال اكس على بيسونس ان سور ان، هنا بلس بتي طو ديال اكس ان. ولكن اكثريه يقدر يقول لك ديال هذه بالنسبه للالين ديفلوبمون ليميتي ديال الين واحد مو اكس ديفلوبمون ليميتي ديال واحد بلس اكس غتعوض هاد اكس بموا اكس، غتكتبها واحد زائد اكس هي موا اكس هكذا، وتخلي هاد لي موا خليها صافي. فين ما يكون عندك موا غتلقى تلاحظ ان هنا موا اكس هادي لعوت بموا مع اوكاري غتبقى هي اكس اوكاري سيغ دو، وهادي غتبقى موا اكس ال بيسونس 3 سيغ 3. ولكن فاش غاد هاد الشيء غيتقلب لك فاش تضرب الموان، الا عندهم اس امبير هما اللي غيكونوا موجبين، ولا عندهم اس بير هما اللي غيولوا نيجاتيف. دونك هادي بلس اكس على بويسونس 3 سيغ 3 بلس بتي طو دو اكس ان. هادي الالين يمكنك تجبد حتى لارك طونجون من هذه، دونك من هذه هذه وجدنا لها ديفلوبمون ليميتي ديالها. دونك غتعوض اكس بموان اكس او كاري هذه، وتعوض هنايا عاد تانتيغري باش تعطيك لارك طونجون. فين ما تلقى اكس فين ما تلقى اكس غتعوضو بموان اكس او كاري، هاد الموان ماشي كلشي داخل، هاد الموان ما دخلش في الاس او كاري، الا دخلتو غيعطيك اكس او كاري مضروبه في هاد الموان تعطيك واحد موان اكس او كاري. انا ما عندناش هادي، حنا عندنا واحد بلس اكس او كاري، يعني هاد الموان غتخليه. دونك هادي بعض لي ميثود، وندوزو للتمرين ديالنا صافي. عطاك باغ اكزومبل كيما نشوفو هاد التمرين ديفلوبمون ديال لي ميتي باغ اكزومبل ديال سينوس ايب، عندنا الكوسينوس ايبربوليك غتكتبو على الشكل ديالو او دو اكس موان او دو موان اكس سور دو، وهذا راح نعرفين ديفلوبمون لي ميتي ديالها، وهذه وغتجمع ودير لي زوبيراسيون ايزويال. دابا نشوف حنا التمرين دو تيرمي ديفلوبمون لي ميتي فوازيناج دو زيرو ا لوغدغ دو دي فونكسيون او اكس، حنا شفناه الين واحد زائد اكس وجدناه كذلك، غنشوفو ديال هاد سي اش دو اكس، ومن بعد عاد نشوفو هادي لي ديفلوبمون لي ميتي ا لوغدغ 3 ديال هادي سين اش دو اكس ديال واحد على اكس. دونك عندنا اف دو اكس، نبداو بهاد. دونك بالنسبه للديفلوبمون ليميتي انت غتكتبها ديال السينوس ايبربوليك دو اكس كيساوي فوازيناج دو زيرو، دونك كتساوي لنا هي واحد على جوج او دو اكس زائد او دو موان اكس هادي. دونك هادي بالتالي في الديفلوبمون عاد غادي ديفلوبمون ليميتي وتكتب طنطن كيساوي لنا واحد على جوج، هادي بعدا لي دو فوا ديريفابل او دو اكس قلنا واحد بلس اكس سيغ ان بلس اكس او كاري سيغ دو فاكتوريال هي دو. هادي بالنسبة لهادي هي كذلك واحد، فقط نعوض اكس بموان اكس، وهنا الا عوضت اكس بموان اكس او كاري غتبقى هي اكس او كاري سيغ دو بلس واحد اكس او كاري ايبسيلون دو اكس، ولا تكتب بتيتو دو اكس او كاري. دائما هاد بتيتو ديال اكس باغ اكزومبل لا بويسونس بي راه كيكون نيجليجابل بارابور مع داك بارتي بولونوميال
صافي وكتحسب دابا تعطيك واحد زائد واحد جوج، فواحد على جوج هي واحد، اكس هذه مشات مع هذه، دونك هذه غتبقى اكس او كاري سور دو بلس اكس او كاري ايبسيلون دو اكس، وما راه هي الوغدغ دو، قالك هي الوغدغ دو. وجدناها، نمرو للسؤال الموالي. دونك ديتيرمين دو لو بون ديال هادي اف دو اكس، دونك عندنا اف دو اكس كتساوي سينوس ايبربوليك دو اكس على بويسونس واحد على اكس، دونك هادي ستريكتومون بوزيتيف لكل اكس من ار. دونك يمكننا نكتبوها على هاد الشكل، او ديال ال ان سي اش دو اكس على اكس. وفي ديفلوبمون ليميتي كنبداو من لانتيغيور وكنتمو خارجي. دابا نشوفو ديفلوبمون ليميتي ديال سينوس اش وفوا ديفلوبمون ليميتي فوزناج دو زيرو الوغدغ دو ديال هاد سينوس ايبربوليك، راه شفناه شنو عطانا، عطانا واحد بلس اكس او كاري سور دو بلس اكس او كاري ايبسيلون دو اكس. شنو كنعرفو حنا؟ بالتالي فعل ال ان ديال واحد بلس اكس او كاري سور دو بلس هاد ايبسيلون دو اكس هذا هو اي. شنو قلنا؟ ال ان ديال واحد بلس اي هي اش، منين بادية؟ من اكس، هي اكس. دابا اكس في هاد الحالة هو اي، هو اي اكس او كاري سوغ دو بلس. دابا بلس هادا، دونك لو دوزيام تيرم غيكون فيه كنا اي u moins u au carré sur 2 ou le signe qui est alternant بالنسبة ل ln 1 plus u. دو واحد على x ln، donc ln 1 plus x au carré sur 2 plus x au carré epsilon de x. دونك شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس سور دو بلس اكس تاعنا ايبسيلون دو اكس. شنو بقى لنا؟ او بالتالي حنا شنو عندنا؟ او ديال واحد الين سي اش دو اكس على اكس، شنو كيساوي؟ دونك كنعرفو ان او دو اكس او دو او شنو هو؟ واحد بلس يو سور ان بلس يو كاري سور دو فاكتوريال، يعني سي دو سويت بلس يو تخوا سور تخوا فاكتوريال جوسكا دونك يو اس ان على ان فاكتوريال بلس بتيتو ديال ان يو ان. دونك هادي تساوي لنا يو في هاد الحالة هو، دونك غنخليه واحد بلس اكس سور دو بلس هادي او كاري اكس سور دو او كاري غتعطيني اكس او كاري سور دو او كاري هي ربعة في جوج هي تمنية. دونك الوغ دو تخوا يمكن لي نزيد الوغ دو تخوا اكس، دونك غديرها اكس اس 3 2 على 2 دونك 2 على 3 فاكتوريال 3 فاكتوريال 3 في 2 في 3 في 2 في 2 على بيسونس 3 شحال هي؟ 8 صافي غاتكالكولي هادي بلوس x à la puissance 3 epsilon de x تعطينا 16. المهم هذا جست لو كالكول، ها
48, je pense. دونك بالتالي كاين واحد السؤال قالك احسب ليميت كون اكس اون ديدوير ليميت كون اكس تنفيغ زيرو ديال هذا سينوس هيبربوليك دو اكس اس واحد على اكس موان واحد على لو تو سو اكس. بالتالي فالليميت كون اكس تنفيغ زيرو ديال هادي موان زان على اكس كتساوي ليميت كون اكس تنفيغ زيرو. دابا هاد واحد مع الموان مشى غيبقى لك هي اكس سور دو بلس اكس او كاري سور ويت بلس هادي ما حسبتهاش صراحة. المهم نتوما غتحسبوها تشوفو شحال عطاتكم على اكس غتمشي تختار باكس اكس. دونك دو توت فاسون هذا راه ماشي للصفر، هذا كذلك ماشي للصفر، غيبقى لك فقط هذا فاش تختار لهنا غتبقى لك واحد على جوج. دونك هاد ليميت هي ان دومي. Merci pour votre attention et à la prochaine.